الأخير، زي ما احنا متعودين كل يوم جمعة في نفس الميعاد مع برنامج كل الناس نيوز. النهاردة حلقة مختلفة جدا، هنبتديها بالعقل والحظ. العقل والحظ الاتنين صحاب، بس دايما الاتنين مختلفين، كل واحد تعب التاني. العقل بيحسبها ويرتبها والدنيا تعباه وتعبها، أما الحظ فسيبها والدنيا على شكلها وبعضها هو حبيبها. الاتنين قرروا ان هما يطلعوا رحلة مع بعض، ركبوا السيارة بتاعتهم. سايق الحظ كل شوية العقل: اهدى، ما تمشيش بسرعة، بالراحة، اهدى. قال له تعالى سوق. فركب العقل وابتدى يسوق السيارة. كل شوية الحظ: اجري، عايزين نطلع نوصل بسرعة، عايزين نلحق. فالعقل يقول له امشي ابطأ توصل اسرع. هما ماشيين، عربية عدت في الطريق والدنيا صحراء، الدنيا ليل، فقرروا ان هم يسيبوا عربيتهم وياخدوها مشي. تعبوا من المشي فقرروا لما الدنيا ظلمت ان هم يريحوا. العقل وهو ماشي قرر ان هو ينام، فنام، قرر ان هو ينام تحت شجرة. بالحظ قرر ان هو يكون موجود وينام في نص الطريق، فقال احتمال ان في عربية تيجي مسرعة يقدر من خلالها ان هو تشوفه وتنقذهم من اللي هم فيه. العقل قال له انت كده هتموت. قال له لا، مش مشكله، حتى الموت ما فيهاش مشكله بالنسبه لي. فعلا في عربيه جت بسرعه مسرعه بشكل كبير جدا، واثناء العربيه ما هي ماشيه اكتشفوا ان الراجل السواق ان في حد نايم في الطريق، فانحرف بالسياره بتاعته، خبط العقل اللي كان نايم تحت الشجرة. عايزين نقوله ان انت ما تعقدهاش، الحظ في حياتنا يجب ان احنا نستثمره. طب والعقل؟ يجب ان احنا نحسبها، احسبها وما تعقدهاش، رتبها وما تصعبهاش. ما تبصش للخلف لانه في ماضي يزعجك، ولا تنظر للامام ففي مستقبل يقلقك، ولكن انظر للسماء فهناك رب يسعدك. صباح الخير. وطبعا النهارده بنلتقي، يعني عايزين نقول ان الضيفه بتاعتنا النهارده مخرجه اذاعيه ليها اعمال كتير جدا، وانت قاعد بتسمعها كل اعمالها كانك شايفها، كل اعمالها بتقدر تلمس وتحس بيها، مش بس اكتر من ان انت تحس بيها وتشوفها، لا، تتعايش معاها وتبقى من اشد المعجبين بيها. معانا النهارده مخرجه ليها تاريخ جدا من الاعمال، اتعاملت مع كتير من الفنانين. هنقول احنا فين علا رامي، كابتن مارس، الفنان عبد الرحمن ابو زهره، هي لا تعرف المستحيل، الفنانه انتصار، شادي والعبور الاقتصادي، الفنانه منال سلامه، والعديد والعديد من الاعمال والمسلسلات الدراما والمسابقات الدراميه. معانا المخرجه نسرين لطفي، كبيره مخرجين اذاعه البرنامج العام ونائب اذاعه شعبي اف ام سابقا. صباح الخير. صباح الخير يا محمد، ميرسي على المقدمة الجامدة ديت. لا حقيقي بجد، يعني لما بنسمع لك الأعمال بتاعتك ولما بتشتغلي في حاجة بيبقى ليكي رؤية مختلفة، والرؤية دي هي اللي عاملة لك المشاكل. بس في الآخر خالص بتقدري إن أنت توصلي الأعمال بتاعتك بشكل للي أنت بتوصلي له. مش عايزين كمان ننسى من الفنانين كمان الفنان لاشين لاشين، والفنان محمود عامر، وكتير، والفنانة سوسن ربيع، وفنانين كتير. عامل جريت لي وفنانين كتير. ناس حقيقي يعني كانوا مشرفيني، انا اتشرفت بالشغل معاهم يعني بصراحة، يعني ناس بيحبوا الإذاعة جدا، بيحبوا يشتغلوا، يعني لو عايزة أقول يعني أغلب الشغل بتاعهم حبا في الإذاعة مش للماديات خالص يعني. الحمد لله يعني قدرت لحد ما اعمل رصيد حلو من الشغل مع الفنانين واكتشافات بقى. تحبي نسرين، تحبي نبتدي منين؟ يعني لو عايزه تتكلمي عن الناس تعرف الاخراج الاذاعي وتعرف دور المخرج الاذاعي، فتحبي تبتدي من انهي مكان؟ ابتدي من الاساتذه اللي انا اتعلمت منهم. يعني انا دخلت الاذاعه سنه 2000، قعدت اتدربت حوالي سنه ونص على ما تعينت، يعني دربت على ايد ناس كتير قوي من الاذاعيين في كل اذاعه، يعني دربت على ايد استاذ رمزي مجاهد في البرنامج العام، احمد ابو طالب، منتصر السبكي،
مجموعة كبيرة قوي، أستاذ أحمد سليم في الثقافي، في كل إذاعة أخدت فيها شوية، خدت طعم من كل مخرج فيهم، وما سكتش. يعني أنا المفروض إن أنا تعينت في 2001 ومارست الإخراج على طول أول ما تعينت. الله يرحمه كان أستاذ كامل الفقي، أول إذاعة دخلتها كانت إذاعة الكبار، في الإذاعات المتخصصة اللي هي منها دلوقتي إذاعة الأغاني 105.8. طبعا علمني كتير قوي في الحياة، كل حاجة بقى، إداريا وإذاعيا، إزاي المذيع يتكلم، إزاي المخرج يبقى ماسك الهواء، وإزاي يبقى الأوردر بتاعه للمذيع والمهندس مسيطر على الدنيا إزاي. تعلمت كل حاجة، حتى السكرتيرة اتعلمتها معاه، لحد وبقيت لحد ما متملكة الدنيا. وقعدت خرجت حاجات كتير، وخرجت إذاعات هواء كتير خارجية، لحد سنة 2008 التقيت بالمخرج حسني غنيم ومدام إيناس جوهر، كانت رئيس إذاعة ساعتها. ودخلت بقى اتعلمت حاجات تانية بقى خالص، يعني ازاي بقى المكساج بتاع المزيكا، ازاي البروموهات، الإعلانات مع مدام إيناس جوهر، دي قصة تانية. ازاي تعدي مخرج مذيع، سوري، ازاي تعدي مذيع ان هو يكون لغة عربية وأداء وثقة، يكون على الهوا يتكلم ازاي. اتعلمت بقى، اكتسبت حاجات كتيرة قوي من 2008. وبعد كده ابتديت بقى امارس كل، كنت قاعدة زي السفنجة عمالة اشفط منهم كل حاجة، لحد ما انطلقت بقى. كانت الانطلاقة بتاعتي تقريبا بعد الثورة، الثورة القربانة دي. بس ابتدينا نبدأ نعد إذاعة شعبي اف ام تمام. من سنة تقريبا آخر 2012 كده، هو أول 2013. احكي لنا بقى عن اذاعه شعبي اف ام، لان في ناس كتير بيسمعوها دلوقتي ما يعرفوش البدايات بتاعتها كانت صعبه ازاي، والمجهود بجد بقى، والمجهود اللي انت عملتيه. يعني انا شاركتك شويه في الاول، فشفت ان المجهود اللي انت كنت بتعمليه جبار. فيعني عايزين المستمعين اللي بيسمعوا والمشاهدين اللي بيشوفون اللي بيسمعوا شعبي يعرفوا قد ايه انت ابتديتي من الصفر في الاذاعه دي. الى حد ما الحمد لله، يعني كنت انا بحب شغلي قوي، يعني انا بحب اشتغل كتير يعني، وبحب اتقن شغلي قوي. فاحنا كنا يعني 3 اصدقاء، صاحبنا واحد فينا هو كان صاحب الفكره، تمام، خالد فتوح، وبعدين مهندس الصوت محمد فتحي، وكنت انا، احنا 3 بس الاول ناس انشات المحطه دي. تمام. طبعا انت كنت معانا في الاستديوهات. انا ومحمد فتحي كنا يعني تقريبا مشغلين 4 استديوهات، 4 استديوهات منهم 3 بينقلوا التراث الشعبي اللي ينفع لإذاعة شعبي اف ام، والاستوديو الرابع كان التنظيف بقى بتاع الماتيريال اللي هيتذاع في المحطة. ما انت في 3 4 رحلات ما طلعتيش معانا في الاول. واضح حقيقة. بس وعدنا مكتبة حلوة قوي لشعب اف ام، عملنا مجموعة بروموهات تحفة بمساعدة برضو الناس اللي حابة تشتغل لإذاعة شعب اف ام، منهم الله يرحمه شعر شوقي صقر، والملحن والموزع حسن ايش ايش، ومحمد الطوخي، وناس كتير قوي انا مش عايزة انسى اسماء يعني ساعدتنا في الموضوع دوت. وبرضو مجموعة من الصحفيين كبار برضو كانوا بيزقوا المحطة جامد يعني ان هي تطلع وكده. ده انتوا كمان، ده يعني سيبك ده من ده، ده جوه الاستوديو، اه المجهود اللي بره الاستوديو، ان انتوا لفيتوا على كل المحافظات المحافظات وكل والملحنين، الفنانين يعني والملحنين حميد الشاعري، نادر جورج، مجموعة كبيرة جدا من الملحنين والموزعين، وعشان حقيقة، تختاري كانوا الموسيقى. كلهم متعاونين جدا ان هم يدونا الانتاج بتاعهم كله علشان يبقى في مكتبة شعب اف ام، والحمد لله وطلعنا بيها. بس احنا كنا في الاول شعب اف ام كانت بتعيد التراث القديم تمام، الشعبي، محمد العزبي، محمد رشدي، وهجي، الناس القديمه، عدوي عدوي، يعني. بس الحمد لله وفضلنا فيها لحد 2016. احنا عملنا الافتتاح بتاع المحطه كان في 2015، في 9/2015 بس، وفضلت فيها لحد 2016. وبعدين بقى رجعت لشغلي في إذاعة البرنامج العام، المسيرة بقى. نتكلم بقى الفنانين الكبار، مين يعني فيهم؟ فنان زي الفنان عبد الرحمن أبو زهر، العمل مع الفنان بقيمة وقامة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة بيعتبروا بعض المخرجين عمل مرهق وصعب، لا بس والله مع نسرين مختلف الموضوع. انت شفت طبعا. لا استاذ عبد الرحمن كان حد يعني
لذيذ يعني. احنا كمان تواصلنا مع بعض لان احنا نفس البرج، برج الحوت، تمام. فالى حد ما فهمنا بعض شويه كده، انت انا فاهمه وهو فاهمني شويه. النهارده بشار في الجزء الثاني هتكلمنا على برج الحوت بالكامل. كله طيب كويس. بس فهو في الاول هو عصبي شويه، عايز كل حاجه بالسنتي وكل حاجه مظبوطه وكده، بس ابتدينا بعد كده بقى ما اخدنا على بعض، ابتديت بقى انا وهو نبقى اصحاب، وبقينا يعني الحياه كانت لذيذه يعني. كنا بنيجي نسجل وكان معانا كاست حلو، لاشينا لاشين، محمود عامر، طارق اسماعيل، عفاف رشاد، طبعا مع حفظ الالقاب لكل الناس طبعا ديت. طبعا طبعا. كانت واحمد خليل، كانت مجموعه حلوه. كان في معانا طبعا المواهب الصغننه اللي هم اكتشافات بقى الاذاعه، دلوقتي بقوا معيدين في كليه اعلام. هنتكلم في موضوع الاكتشافات ده، بس انت مش عايزين نتسرع لان في تاريخ كبير لسه هنتكلم فيه. انت بتعتمدي زي ما اتكلمنا في الاول على العقل ولا الحظ؟ لا الحظ اكتر. الحظ اكتر. ما عنديش يعني عقل. انت شايفه ان انت الفتره في فتره من الفترات اللي فاتت دي كنت محظوظه؟ لا في فرق بين ان انا كنت حاسه ان انا محظوظه وان انا بعتمد على الحظ. كويس يعني انا الفتره اللي فاتت دي كنت بعتمد على الحظ كتير، تمام. دلوقتي ابتديت يعني من اخر 2019 ابتدي بقى استعمل العقل بقى. لا الحظ مش هينفع، مش ما جايب. بياخد بيتقرص. مش جايب اصلا. طيب نيجي نتكلم على الاخراج، اخراج الدراما بالنسبه لك اسهل ولا البرامج العاديه بتبقى اسهل؟ كل واحد، لان انا بعمل كله واحد يعني، حتى البرامج وحتى السهرات وحتى الهوا، حتى لو برومو صغير بعمله بتعامل معاه على انه دراما يعني، ما بستهونش بيه، بحب تبقى كل حاجه بالسنتي وكل حاجه متميزه، كل حاجه كامله. مين المذيعة اللي بتحبي تشتغلي معاه؟ المذيع، المذيعة المذيعة غير طبعا العملاقة الأستاذة مدام إيناس إيناس جوهر. جوهر. دي أنا بسميها الإذاعة إيناس جوهر تمام مش الإذاعية، تمام لأن هي شاملة كل حاجة. لا غيرها. والله هم كلهم حلوين يعني. زنقتك في سؤال؟ اه طب قولي ثلاثة. طيب طار كله. كل الأسماء طارت من دماغي. يعني طيب مين من المذيعين برضو كله طار؟ بص هو حاليا انا يعني انا بقالي فتره بشتغل مع ناس محدوده هم اللي انا بشتغل معاهم. تمام طبعا منى بطح دي اساسي اساسي يعني، طبعا. استاذه منى خليل مديرتي في البرنامج العام، انت طبعا اكتشاف الممثل. لا موضوع يا جماعه انا ما بعرفش امثل، يعني انا بعترف ان انا ما بعرفش امثل، لا اذاعه ولا قدام الكاميرا. اتدبسنا مره ونسرين دبستني على ان احنا نعمل عمل اذاعي. يعني هقول لكم من حرفيه المخرج، من حرفيه المخرج اللي هو ممكن مخرج في لحظه يصنع موهبه ويثقلها، وممكن في نفس اللحظه يدمر موهبه. ابتدينا ان احنا نعمل العمل وكنا بنسجل 15 حلقه، بعد ما سجلنا 15 حلقه لقيتها بتعيد تاني اول 5 حلقات، فالكل استغرب. كل المجموعه كانت الاستاذه هاله عبد العال، استاذه منى بطاح، وكان مجموعه كانت كان واس دلوقتي كان مجموعه كان دي وعلا وعلا والفنانه علا رامي. فقالت يا جماعه لازم نعيد اول 5 حلقات. فليه؟ علشان محمد كان وحش. فتخيل لو كان في الاول من اول حلقه وقالت لا محمد وحش، او قالت الفنان ده وحش، على ما اعتقد انه ما كانش هيقرب تاني انه يقرر هذه التجربه تاني. لا بجد دي تحيه كبيره جدا، لانها كمان اكتشفت مجموعه من المواهب من الاطفال هي تتكلم عنهم، وكمان عندها تكريمات هي تتكلم عنها. كلمينا بقى عن اكتشاف الاطفال وعن التكريمات. لا اكتشافات الاطفال انت عارفهم طبعا، انت لا كنت ما معانا ماشي، بس فيهم. انا مشاهدينا عايزين يسمعوا. يعني مجموعه حلوه من الاطفال، في معايا حمزه ومحمد، دول كانوا معانا في شادي والعبارة الاقتصادي، حد كده بسم الله ما شاء الله عليهم يعني، ولاد لزاز. قرود. قرود تمثيل ولزاز يعني، تقول لهم عايز كذا وتقريهم كذا وتقول لهم هنعمل كذا وكذا، خلاص هما بيلقطوا على طول يعني. وفي منا وفي شهد وفي ناس كتير انا مش عايزه انساهم وفي يعني، صافي. طب اصغر حد وصافي و... ده بيدو بقى. ده بيدو.
ده بيدو، ده انا ده اللي نعتبر اكتشفته يعني. بيدو عنده 3 سنين تقريبا، 4 سنين لما اكتشفناه. اه يعني وبيسمع كلامه وبينفذ وبيحفظ حلو قوي، يحفظ جملة طويلة مرة واحدة ويأديها، فكان ومين تاني من لذيذ. البنات الصغيرة اللي مثلت معانا في آخر عمل في الدراما؟ فكرني. انا ضايع من الاسماء. مش معقولة. مين منا و لا لا، أزهر طفلة اللي عملت دور الملكة. سارة. سارة. سارة صح. عايز اقول ان الاطفال الصغيرين لما بيروحوا الاستوديو، اول حاجه لما تخش الاستوديو عايز تعرف ان الاستوديو ده موجود فيه جواه داخل اللي ماسك في الوقت ده المخرجه نسرين لطفي. اول ما تخش هتلاقي مش خيرات ربنا كلها بقى، يعني عايز تشرب ايه هتلاقي اللي انت عايز تشربه، وتاكل ايه. يعني هي مضيعه كل فلوسها على العزومات على كل انت كده الفنانين هتخلي الناس كلها تيجي وتغريهم. لا حقيقة يعني بجد الكرم بتلاقيه في الاستوديو بتاعها والحزم في نفس الوقت، فعلشان كده بتطلع الأعمال الخاصة اللي بتعملها بشكل مختلف. وده فعلا يعني مش شهادة مني، لأن كل اللي بيسمعوها وكل اللي بيسمعونا وبيسمعوا لها الأعمال بتاعتها. يعني احنا هنسمع دلوقتي جزء من شادي والعبور الاقتصادي، التتر الصغير. بس لما تسمع التتر الجزء البسيط من شادي والعبور الاقتصادي هتعرف قد إيه إن العمل مجهود معمول بشكل كبير، ووراء الإخراج مش عملية سهلة، رؤية المخرج عملية صعبة جدا، وهي اتكلمنا عنها إزاي بتقدري تستحضري العمل. يعني أول ما بيتعرض عليك الورق، بيتعرض عليك الفكرة، إيه الحاجات اللي بتعمليها علشان توصلي للنجاح في العمل ده؟ ان انا اعمل اي حاجه يعني، اعمل الشغل اللي بيجي لي دوت يبقى مختلف عن اي شغل عملته قبل كده. لازم يبقى فيه تكه مختلفه عن الشغل اللي فات، ما بحبش اكرر نفسي. تملي يبقى عايزه في عامل جذب، اعمل حاجه جديده في الموضوع. طبعا شادي والعبور الاقتصادي كانت فكره طبعا مشتركه ما بيننا، قعدنا حطينا الفكره مع بعض. عايزه اشكر كل الناس اللي كانوا فيه، الملحن والموزع اكرم عادل، تمام. استاذه منى بطاح، الأستاذة منى بطاح نجوان، الكاتب الصحفي علاء عبد القادر، والأستاذ علاء عبد القادر، والأستاذ محمد هاشم. ومجموعه كبيره جدا، والفنانه منال سلامه كمان كانت الفنانة جنبه. منال سلامة، تمام. ومجموعة الأطفال برضو حمزة ومحمد اللي كانوا محمد معانا. فتحي كمان، علشان محمد كان ليه دور كبير في الهندسة. الهندسه طبعا صوتيا. فكرة شادي كانت مختلفة، إن أنا كنت عايزة كان الطفل هو المحور في الفزورة، فكنت عايزه، كنت تملي عايزه الطفل العقل بتاعه، احنا بمناسبه العقل والحظ، فكنا بنجسد الحوار العقلي للطفل داخليا بصوت تاني، ان هو تمام. تملي بيقول له. هو كان ملتزم قوي، مامته دكتوره في الاقتصاد، كنا بنعلم الطفل مبادئ الاستثمار المالي، ازاي يستعمل الفيزا كارت، ازاي الحساب البنكي شكله ايه، دفتر التوفير شكله ايه، كنا بنعلمهم دوت في شكل فزوره. تمام. فهو كان طفل ملتزم بحكم البيئه اللي نشأ فيها الام، فكان تملي عقله هو اللي بيغير افكاره، بيغير له بيغير افكاره، تصرفاته او زي عايزه شويه مجنون. تمام. بس كانت هي دي التكه التكه الجديده مختلفه عن اي حاجه اللي تانية. كنا عايزين نغيرها. طيب انا عايز اقول ان طبعا عايزين بقى نتكلم على محمد الطوخي والحفله بتاعته. حقيقة محمد فنان جميل. تمام. احنا بقالنا نعرف بعض بقالنا كام سنة؟ من 2005، من 2000، لا 2000 و 2012 تقريبا، 12 13. 2012 2013. تمام. محمد ما بيبخلش على اي حاجة خالص دي في حقيقة، الإذاعة، ولما ترفع سماعة التليفون تقول عايز كذا يعمله على وبيعملها طول. مجانا كمان. لا دي حقيقي حقيقة. يعني، ومن الفنانين اللي صوتهم حلو قوي وملحن صوته حلو جامد جدا، جدا. ويعني ده في الاخر ابتدى يكتشف صوته ويديله حقه. هو كان في الفتره الاولانيه كلها شغال تلحين تلحين، وتوزيع وتعامل مع فنانين كبار، يعني تعامل مع الفنانه ورده، تعامل مع الفنان محمد الحلو، مع ريم عبد حقيقه. الحكيم، مع الفنانه انغام. دي مجموعه من الاعمال. الفنان محمد الطوخي يوم الخميس 9 يناير 9 يناير حفله على معهد، على مسرح الموسيقى معهد العربيه، الموسيقى العربيه. حفله خاصه بيه. تمام. كل اللي بيشوفونا يا ريت بجد نروح الحفله. هتسمعوا طرب اصيل، هتسمعوا فنان بجد. نسرين، انا كنت سعيد جدا بالفقره اللي مرت بسرعه، ولازم توعدينا كمان ان انت تكوني معانا ونسمع منك حاجات تانية كتير.
إن شاء الله ربنا يسهل بإذن الله. أصدقائي هنطلع فاصل نسمع أغنية للفنان محمد الطوخي، ونطلع فاصل ونرجع مع الفقرة التانية من البرنامج، انتظرونا. كفيني كلامي
ورجعنا لكم تاني مع الفقرة اللي احنا دايما بنحب ان احنا نشوفها وبنستناها. طبعا هي الاسبوع اللي فات كانت ما جاتش معانا علشان بتقول ان حصلها حادث. الف سلامة يا بشاير. الله يسلمك. صباح الخير. صباح النور. السنة دي بقى سنة جديدة وناس كتير بعتوا لنا على الواتساب ان احنا ما اتكلمناش، وانت كان المفروض النهارده هتتكلمي عن كل الابراج، بس في برج مهم جدا علشان الناس كلمتنا قالت لنا ليه ما بتتكلموش عنه؟ برج الحوت. انا يا حاضر. بس هو كل الابراج يا جماعه على البروفايل بتاعي بشاير بشاير بالعربي اللي هو الفيسبوك الصفحه بتاعتي او البروفايل، لان انا شفته لكم في السي بي سي الاسبوع اللي فات. وعلى فكره اكتر الابراج السنه دي ما شاء الله محظوظه وبشاير حلوه قوي والله، مش بضحك على حد. معانا تليفون؟ طيب على ما نعمل اتصال بالتليفون. هنتكلم النهارده عن حوت. كويس. عايزين بقى الحوت. انا عايزه اقول له نصيحه، يخلي باله من اصدقاء الشغل بتوعه، لان هو محطوط الايام دي في حاجات كده مش كويسه. وبقول له انجز شغلك علشان امشي عدل يحتار عدوك فيك بالعربي كده، لان انت محطوط ما بين ناس مش حبلك الخير في الاول، بس بعد كده لما هيتعودوا على المواقف بتاعتك خلاص، لان انت تقريبا نقلت من شغل لشغل او حد جد عليك فمش عارف يتعامل معاك. كنت حاطط نفسك في مشاكل السنه اللي فاتت بقرارات خدتها على طول متسرعه او بقرارات كده، هنفتح ونشوف بعد ما طلعت نفسك منها الدنيا واخداك على فين، لان انت في اول السنه خدت قرارات خاطئه في اخر السنه عالجتها على 12. نشوف السنه الجديده. اهم حاجه الفلوس، يعني كل حلوه قوي السنه دي. ماشي. على فكره معظم الابراج السنه دي جاي لها فلوس وجاي لها. يا برج الحوت انت داخل في جواز وداخل في ارتباط، ده بالنسبه للي مش مرتبطين ما تخافوش، في ارتباط حلو قوي السنه دي، لان انت بقى خلاص كفايه هلست كتير ودلعت نفسك كتير، مش عايزين نفضح على الهوا، فانت داخل القفص الذهبي السنه دي ومع حد بجد، هو لو خسرته مش هتعرف تعوضه. في عندك فلوس حلوه قوي. لو اي حاجه دخلت فيها السنه دي ادخل وانت مغمض على ضمانتي، لان من غير مجهود السنه دي عندك فلوس حلوه قوي فيها. بس زي ما قلنا حرص من الشريك اللي هو بتاع الشغل مش بتاع البيت، شركاء الشغل او شركاء العمل او الناس اللي معاك في الوظيفه، خليك كويس او حاول ان انت تتجنب معاهم المشاكل. داخل حاجه هتستثمرها حلو قوي، ولو انت في عمل وظيفي هتترقى او جاي لك حاجه كويسه. في ناس جاي لها اطفال يا جماعه، بالنسبه للي مستنيين طفل او حاجه. عايزه اقول لك كنت في حاله مش حلوه السنه اللي فاتت دي كلها لغايه تقريبا 11، يعني ابتديت تطلع من اللي انت فيه، فهو السنه دي عوض عن حاجات كتير ماديا نفسيا عن الشريك اللي انت فارقته. طيب على ما تحضري الجزء الثاني من الاوراق، معانا اتصال. الو صباح الخير. الو صباح الخير. الو. الو صباح الخير. خير. ازيك يا دكتور؟ استاذه حنان سيده الاعمال، استاذه حنان احمد رئيس مجلس اداره كافيه ومطعم تجور. صباح الخير. ازيكم كل سنه وانتم طيبين. وانتم بالصحه والسلامه. كنا حابين ان احنا نقول لحضرتك كل سنه وانت طيبه بسنه 2020 وكل الامنيات الجميله لحضرتك، وقولي لنا ايه الجديد اللي في تجور علشان كل الناس اللي كسبت معانا وراحت المطعم راجعين بجد مبسوطين من حسن الاستقبال، من الاكل كمان اللي طعمه الحلو، المشروبات الجميله، المكان هادي جدا، المكان فيه ذوق عالي جدا. ربنا يخليك ومبسوط جدا ومبسوطه ان هم انبسطوا، يا رب دايما يبقوا مبسوطين. قبل الجديد بقى والكلام ده انا احب الاول اقول لكم كلكم كل سنه وانتم طيبين. طب ابعدي، ممكن تبعدي شويه عن التلفزيون؟ انا بعيد خالص. طب ماشي اوكي كده احسن. عايز اقول لكم كلكم كل سنه وانتم طيبين الاول، ويا رب تكون سنه سعيده عليكم كلكم يا رب. اما بالنسبه لتجور، تجور السنه الجديده قرر بقى يعمل ركن شرقي. قال كفايه بقى ايطالي واسباني وفرنساوي، طب ما نرجع لاكلنا احنا، الاكل الشرقي بتاعنا الحلو اللي هو بالتوابل والرز.
الرحماني والكلام ده. تمام. ده بالنسبة للحتة دي. في حاجة تانية كمان هيعملها، انه هيبتدي يعمل اكل للستات اللي كنت بتشتغل وبترجع مش لاحقة تاكل، مش لاحقة تطبخ، مش لاحقة تعمل اي حاجة. فهيبتدي يعمل لهم وجبات لغاية البيت ليهم بلاد السوق المصري. تمام. نتمنى دايما ان احنا نكون عند حسن ظن الجسم بتاعنا، نحاول نجدد على طول علشان يلاقي كل شيء ان شاء الله. يا رب يا رب. حضرتك احنا بنقول لحضرتك كل سنه وانت طيبه، ونتمنى من حضرتك طبعا ان احنا على طول على طول نبقى متواصلين مع حضرتك وتشرفينا في الاستوديو ان شاء الله يا فندم. ربنا يخليك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. جميعا وكل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا فندم. نرجع تاني، رجعنا تاني لبشاير نكمل الحوت. هكمله ازاي بعد ما فصلت للناس كلها؟ الناس بتبقى عايزه البرج على بعض. ماشي البرج على بعض، ما احنا لسه كنت هتكملي الجزء الثاني. لا انا هقوله لهم من الاول لان كده نقول مش من الاول تاني الحوت. ما ينفعش ان انا اكمل نص ونص. احنا لما جالنا مكالمه تليفون ما ينفعش ان احنا ما نقولش للناس تليفون. برج الحوت. اه. جاي لك فلوس وجاي لك ارتباط وجاي لك اطفال السنه دي. الدنيا تبقى حلوه عندكم قوي. بالنسبه لعملاء الشغل يا جماعه انا قلت لكم حذروا شويه او تعاملوا بلطافه لو انتم معادين حد. الدنيا هتظبط معاكم من حوالي بعد شهر اتنين على طول، لان زحل طالع معاكم من السنه اللي فاتت اللي كان مش مظبط لكم الدنيا وكانت الدنيا وحشه جدا. في حد السنه يعني في اكتركم السنه دي هيرتبط وهيتجوز، في فلوس كويسه، في استثمارات، في حاجات جايه. المفروض ان انت تعمل لنفسك ميزانيه معينه عشان ما تخربش كل الفلوس اللي جايه، لان انت هتحتاجها تحطها في حاجه تانية. مش اصرف ما في الجيب زي ما كنت بتعمل، لان الايام الجايه دي هيبقى في حاجات كويسه قوي هتحتاج لها ماده كتير، او داخل مشروع هتحاول تعمله لوحدك جنب شغلك لو موظفه او موظف هتعمله حاجه تانية. في حاجات عكوسات دلوقتي ما تقلقوش، شهر اتنين ان شاء الله هتكون كل الحاجات دي راحت، لان زي ما قلت لكم تاثير السنه اللي فاتت لسه بالنسبه للكواكب، فالدنيا هتظبط معاكم. في حد هيسافر او كان نفسه يسافر، في اللي هيطلع عمره، في سفر لشغل وفي سفر لاستجمام. المهم ان في سفريه حلوه هترجعوا مبسوطين بالله جدا، الروحانيات هترجع مرتفعه. حواليكوا دعاء وحب كتير ليكم السنه دي، والناس مدعماكم جدا، في تلات ابراج مساندينكم. بس اهم حاجه ان انتم ما تحاولوش تبقوا زي الاول اللي تزعلوا منه تقفلوا على نفسكم الباب او تنطووا، لا يا ريت ناخد وندي شويه، لان انتوا جربتوا لما بداتوا تفتحوا قلوبكم حبه وتقولوا اللي فيها، لان انتوا كنتوا بتيجوا على نفسكم قوي بدات الدنيا تروق. طب والمشاكل اللي كانت عندهم السنه اللي فاتت؟ هي المشاكل خدوا قرارات غلط في اول السنه او متسرعه او بناء على حاجه، مثلا لو حد مطمع حد في شغل بزياده او بفلوس بزياده، المهم يعني حطوا نفسهم في حاجات مش حلوه، او ناس ارتبطت برضو بحاجات مش واصله يعني ما كانتش تصلح لهم قوي، وبعد كده الدنيا ظبطت معاهم على اخر السنه. فالحمد لله انتوا طلعتوا من اللي انتوا فيه. من شهر 11 ناس طلعت وناس طلعت من 12، لان كان في امور لازم يعملوها تسويه. السنة الجديدة حلوة وسنة سعيدة عليكم جميعا. طيب انت قلتي الزواج بالنسبة للحوت، ايه الأبراج اللي هتوافق معاك؟ الأبراج اللي هي السرطان، العقرب، في ممكن القوس يتعامل معاه لأن القوس برضو هادي إلى حد ما. الحوت مع الحوت تناغم قوي، ومع السرطان تناغم لأن هو مائي وبيسعى للهدوء، وفي ناس كتير أو بيحب الهدوء عموما ورومانسي، ما بيحبش الابراج الشعنونه اللي هي زي الاسد والحمل بس في ناس بتكسر القاعده دي لما بتحاول تريح اللي قدامها بالحب. يا جماعه ما تاخدوش الابراج قاعده، لان في ناس بتكسر القاعده دي يا بالجينات اللي فيها يا بالربايه اللي هي متربياها والاسره اللي طالعه منها، يا اما هم بيحاولوا يسعدوا الشريك وبيجوا على نفسهم شويه فالدنيا بتمشي. طيب بالنسبه للابراج اللي خلوا بالهم منهم؟ الابراج اللي خلوا بالهم منهم الابراج الناريه اللي هي الحمل، الاسد، القوس شويه، بس القوس ممكن تتعاملوا معاه من وقت للتاني، يعني هو حلو في الشغل لكن بالنسبه للارتباط في البيت هيبقى فيه صعوبه شويه.
طيب بالنسبة للنواحي والمديونيات اللي كانت عليهم السنة اللي فاتت؟ اتسدت وفي ناس لسه طالعة بحاجات بسيطة. السنة دي جاي لها رزق معوض كتير قوي، لأن في ناس مخنوقة قوي السنة اللي عدت دي، خنقتهم شوية وخسرتهم كتير، لأن دخل في حياتهم ناس هم اللي خسروهم. فعايزك تنتبه لنفسك قوي، اما تمضي على حاجة ولا تاخد قرار لحاجة تركز قوي في العقد اللي بتمضيه، لان انت حطيت نفسك في حاجة قبل كده، واضح ان انت يا بتاخد الحاجة بسرعة قوي يا ببطء لغاية ما تروح من ايديك. طب وعلاقته بالأسرة بقى اللي موجودة في البيت؟ علاقته بالأسرة ما كانش بيحاول ان هو يبدي تفاهم قوي، هو مش لان هو وحش، لا، لان هو ما بيلاقيش راحته ببساطة، هو بسيط جدا بس بيحب يحط التاتش بتاعه، ومش اي حد بيتقبل ده او بيفهم دوت، لان هو قراره بيبقى من دماغه، مش ياخد بقرارات حد. لا، انت الايام الجايه هتاخد بقرارات وهتهدي شويه الدنيا معاك، لان النفسيه هترتاح، مش هتبقى زي الاول. طيب انا هنسال بقى على في تقرير هنطلعه دلوقتي، وعلى ما نطلع التقرير ده عايزين نسال الابراج السنه دي، كل الابراج يعني، عايزين كل برج كده تقول لهم على الاقل 3 4 ابراج تختاريهم وتقول لهم رساله مهمه السنه دي. كويس، هنطلع تقرير وهنرجع تاني نكمل مع بشاير والابراج اللي هتختارها وتقول لها نصايح السنه دي علشان نخلي بالنا، لان في كتير جدا بيهتموا ولازم يعرفوا السنه دي ايه التوقعات بالنسبه لهم. فهنعرف من بشاير ايه الابراج اللي هتختارها بعد التقرير اللي هنسمعه، تقرير عن سبا افروديت سبا، مكان جميل جدا موجود في اسكندريه. هنطلع تقرير ونرجع تاني نشوف التقرير. نانسي برضو عايزين نعرف انت ليه اخترتي افرودايت بالذات؟ بصراحة انا كنت جربت يعني كذا سبا قبل كده، بس انا اللي لقيته في افرودايت حسيت ان انا يعني لقيت باكج بكل حاجة انا عايزاها. يعني من اول لما دخلت بصراحة دايما الواحد بيدور على النظافة وعلى الراحة النفسية، وبصراحة انا ده لقيته في افرودايت. المكان نظيف جدا، اول لما بخش بحس فعلا ان انا مرتاحة نفسيا من اول استقبال الناس اللي موجودين هنا ليا بالابتسامة، بان هم بيبقوا فيري فريندلي وهيلبفل، عايزين يساعدوكي على قد ما تقدري، عايزين يعملوا لك كل اللي انت نفسك فيه. مفيش حاجة طلبتها ما لقيتهاش. لما كنت بسأل على أي حاجة عندهم كل الـ يعني الأجهزة الحديثة موجودة، الناس اللي بتشتغل ناس بروفيشنال وفاهمة متخصصة. فبصراحة أنا يعني من أكتر الأماكن اللي باجي وبنبسط فيها وبأدي فعلا وقت يعني ظريف وبطلع منها مبسوطة. طيب الابراج اللي هنتكلم عنها، اخترتي 4 ابراج: العقرب، الحمل، الثور، الجدي. عايز تبتدي بايه؟ قولي. عايزين نقول العقرب السنه دي عامله ايه؟ العقرب، بص يا عقرب، انت داخل في مفرقين ما بين 2، زوجه وحب او خطيبه وحب. الحب ده هيكون حد خاص بالعمل بتاعك، انت هتختار العلاقة هتكون شغل وبس، وهتحط النقط على الحروف علشان تكمل في البيت، لان البيت كان هيتهدى والخشيبة كانت هتسيب. الحمل، الحمل بقول له تريش شوية، الطيبة تعبتك كتير، ما تقللش من مستواك، لان انت بتتعامل بطيبة فالناس بتقلل منك، ما بتاخدش حقك بعد كده، وبيصغروك مش بيكبروا بحجمك. الثور عايزه اقول له جيت على نفسك قوي، حاول تحط النقط على الحروف، واعرف حقوقك كويس، لان الناس استغلتك كتير قوي واستنزفت كتير قوي من طاقتك السنه اللي فاتت. الجدي عايزه اقول له خليك ستريت وما تقعدش تحلم كتير، هو السنه دي كل تحقيق احلامك، انت ليك نصيب الاسد السنه دي، انت البرج الوحيد اللي ما شاء الله في السماء، قل اعوذ برب الفلق، يعني في فلوس وحب وارتباط ودنيا حلوه. بس عايزه اقول لك ما تبقاش فرحان بده وتسيب الدنيا تسرقك انك ما تعملش، لان انت معروف عنك انك ما بتشيلش حاجه خالص للذنب. طيب ايه الابراج اللي تنصحيها انهم يخلوا بالهم السنه دي؟
الابراج اللي انصحهم يخلوا بالهم السنه دي برج الثور، ما تفتحش على نفسك قوي فتوحات ان انا عندي وعندي وتتباهى وتشير في صور وتعمل في حاجات عن حياتك، لان حياتك منظوره بشكل كبير جدا. برج السرطان منظور في ولاده وبيته وفلوسه، حتى عنده عقبه دلوقتي مع الشريك اللي هو الزوج، مش هما الاثنين، لا ده في الشغل الاثنين مأذين في اشغالهم، والاثنين مش عارفين يمشوا كويس في بيتهم، حتى ولادهم يعني متوترين من الجو ده. فان شاء الله في حلول الايام الجايه، والزوج او الزوجه اللي هم متوترين في الشغل الدنيا هتمشي كويسه، وحد نزل عن عرشه هيرجع تاني. طيب بشاير بقى الانسانه، سيبنا دلوقتي من ابراج، تحب تقول لمين كل سنه وهو طيب؟ كل الناس والله، انا لما جوزي توفى يا جماعه انا بجد شاكره ناس كتير جدا، اولهم امي واخواتي، بصراحة اخواتي استحملوني قوي مع ان انا الكبيرة، بس كنت اجن منهم، واهل جوزي برضو ناس محترمين جدا، وانا مش بقول كده عشان الكاميرا، اقسم بالله هم ناس محترمين جدا وبيحبوني واحتووني يعني حسيت ان انا بعوضه فيهم برضو. الناس برضو عندي صحاب كتير قوي هنا، يعني انا ماليش اهل في مصر، انا حسيت ان هم اهلي واكتر، يعني انا كذا حد من اصحابي فاتح لي بيتهم وبيرحبوا بيا كاني واحده من البيت، واكتر بيسيبوا لي بيوتهم حتى وهم مسافرين. يعني نقول نانسي كل سنه وهي طيبه. ومدام جيهان، في مدام جيهان حلمي ست محترمه جدا، مدام منى المكرم، مدام نانسي، في كام واحده، لا بصراحه في ناس كتيره جدا هنا مشاير بامانه، انا خايفه اكون نسيت حد لان انا حبايبي كتير في مصر، في مدام هنادي، في كام حد كده يعني بصراحه انا بقابلهم، مش شرط ان انا دول كلهم اخش بيوتهم، بس فيهم ناس ما شاء الله يعني. طيب الاسبوع اللي جاي هنحضر ايه؟ بمعنى هنتكلم عن ايه علشان الناس اللي بيشوفونا النهارده؟ هنتكلم عن توافق الابراج مع بعض ايه، تمام، هنتكلم ايه اللي ممكن تكسب بيه قلب الشخص اللي قدامك، ايه اللي ممكن تتنازل عنه عشان تقدر تتواصل معاه، وايه اللي ممكن ما تتنازلش عشان هو يديك حقوق. اصدقائي انتظرونا الاسبوع اللي جاي، بنشكرك بشاير، انتظرونا الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده من كل الناس نيوز قبل الميعاد ده بساعه. بشكركم وكل سنه وانتم طيبين.